العلماء يا أخوة يقولون طالب العلم لا بد من أن يخرج من الجهل بالعلم إلى العلم الكلي، ثم ينتقل من العلم الكلي إلى العلم التفصيلي. أولا، قبل أن تدرس العلم لا بد أن تعرف ما هو العلم جملة حتى تستطيع أن تدرسه بطريقة صحيحة، ثم تبدأ بالتفاصيل. ولما اختل هذا عند طلاب العلم اليوم فبدأوا يدخلون في العلوم مباشرة، أصبحنا نجد مثقفين في العلم ولا نجد متمكنين من العلم، لأن الطريقة ليست على سنن أهل العلم. طالب العلم إذا أراد أن يتمكن من العلم يبدأ بالمبادئ التي هي المعرفة الكلية الإجمالية، ثم ينتقل إلى التفصيل.